هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نخص. السلام عليكم. السلام والأمان لكم والزوامل والرتب والمناصب والفلوس والأراضي للحوثة والملاطيم للعفافشة ورحمة الله وبركاته. قبل سنتين في مثل هذا الوقت قرح البردقان حق الشهوة وصدق روحه وارسل كمة بردق بثلاث شاسات ودبابتين مذحلات يتقارحوا على حدود القيران واتيها في الصاع وهنق ما بعده. قال ايش؟ قال مناورة الفقر المدري ايش. رجعوا لما هنقم بعدن يقولوا لهم الجماعة ما لباس يكفي، ما لباس خلاص خلاص ما فيش فايدة. لو كمان يقصفوا قصر رئاسة بعدن بالطوائر وفليتا والصمات ساعة عم العروسة رايحين راجعين لما إيران بالأسبوع 28 رحلة ولا تقول معاهم ولادة متعسرة. قصدهم كل البرام لسيس مش عارفين إنه الناس كانوا يتجنبوهم زي ما يتجنبوا عيال الشوارع اللي ما تربوش عسى يعقلوا. وعلى قولة القاسمي كارتون خاب كارتون خاب. قالوا لا مناورة وبعدها بنحق ببنادقنا مشكة من دور الجن ركبوه. الأهبل ذا يقول رسالة قاسية يجب أن يفهمها الخارج وهم فهموها وقاؤوا يفهموا القعانين سوا. يا عوال استحوا. قال المثل ما حد بيصبر على المجنون غير أهله. قلب لك حجر مطلع بالعشر ما نبالي وهب أقولهم عشرة زي ما طلبوا وأربعة زادوا ورقعوا 14. وكيلكم الله أسبوع بس بعد المناورة وانقدهم يصيحوا. ليش؟ إيش السر؟ ما هو السر؟ ليش؟ ليش؟ لماذا؟ خليش؟ ليش؟ 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 لماذا؟ قال لك لماذا؟ يا أخي ما أدريش لماذا؟ يا أخي يتعنتكم من صف رابع المستحقك يا حوثي تستفزهم طقم الأسنان مش ولا بد حقك يا مخلوق. ناوري وارقدي ودخلي العباد والبلاد بحر من حلبان لليوم قاسين نخبط فيه. برجع لكم خلونا نشوف ايش قالوا. في سوق السياسة قالوا الصرف زاد واللجنة الرباعية ياخذها خماسية. نعم ايش دخلوا عمان وكيل لإيران في القسمة بس عجبنا الرئيس قال لهم قيق شرعية دولية وقرار مجلس أمن واللقاء في أرحب. ومن آخر ما قالوا روسيا تحذر من استعادة الجيش الوطني للحديدة. أوبا لا مادام روسيا تعترض يبقى الأمور زلقت. شوف الروس دول يا مؤمن ما يتعرضوا إلا لما الأمور قدها سارح يدوروا قليل رز وعطف مطلع يا ليد. ومطلع قالوا الحوثة يطاردون 6 صحفيين في صنعاء يعملون في صحيفة الميثاق الناطقة باسم حزب المؤتمر خلاف عائلي والولا كذابة. كما قدهم قمز ملاءهم اللي مختطفين لهم سنتين باندين ونشقوب ونستنكر. اشتحطوا يا مؤتمرين وروحوا اعتذروا من المشرف وهي عوافي عوافي كم لا لطمتين وباتكبروا وتنسوا. قالوا كمان الحوثيين يطبقوا قرعة جديدة على البترول وسعر الدبة خذه بربع 1300 ريال. قراد والله العظيم قراد. الله يذكرك بالخير يا عم محمد ما حد بيضحك اليوم إلا أنت. شرق وين التواير يا عفافشة؟ فاكرين القرعة أبو 500 ريال وشارع المطار وإسقاط القرعة ها ولا نخص. إذن برضو ما تكبروا وتنسوا
وإيش أخبار الرواتب؟ كله تمام، المشرفين بخير. وعلى ذكر الرواتب قالوا كمان أن برلمان العفافيش أبو 50 نفر يفشل في اجتماع لمناقشة حكومة حزيز. حاول تأخير الرواتب ويؤجلوا الجلسة، وحكومة حزيز تقر حال الوسط وتعلن الإفلاس قبل الموعد. كذا من الآخر، مش اللي قلت يا فوق ما قبل شهرين أنك لميت قدر كبير من الجمارك وطلعت 500 مليار ريال وانزلقت في شهرين وما حد شاف منها إلا فلال وعماير الحوثة. بإذني ملاطين من عبد الكريم الحوثي صرفت لهم نص تريليون. تريليون هذا اللي ما عرفت صندوقه. طبعا عبد الكريم الحوثي هذا اللي ما يعرفوش طول مغناطيس الرباني يده خفيفة لكل شيء، زلط، أراضي، مساكي، يده خفيف يده خفيف. لف عمك يا شخوة، لف عمك يا شخوة، قل له دهلا على عويلة الزعيم. هم حساسين وقالوا انهم قدوم خلاص زعلانين ويشتوا يناقشوا مع بن حبتور الملاطيم المتكررة لحق الوزراء من المشرفين. أما الرواتب فباقي لهم شوية وبيدفعوا الجزية وهم ولا نخص. وتخرج صحيفة الميثاق بافتتاحية: الاعتداءات على الوزارات والمؤسسات إهانة للدولة. الله 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 الله، عاد الآن افتهم لكم. قلنا لهم لو سقطت الدولة والجمهورية بيد ميليشيا ضاعت كرامة الجميع، ضاع الوطن. الله، هي ثورة ثورتكم ها، وأحسن. الوطن هو الزعيم والزعيم هو الوطن ونحن أنصار الله واحد. يا كيف الزعيم اليوم ها؟ كيف؟ كان معاكم نصف الحكومة وكل المحافظين وكل السفارات وروابطكم على ما هي تمشي، واليوم كعر كعر تطلعوا نخص. مناطم جاهزة، قدكم تتحفظوا دعاء دخول المؤسسات. اللهم إني أعوذ بك من اللطم والملاطيم. وإحنا برضو ما تهونش علينا، جبنا لكم حلول من أجل سلامة الناموس. نشوفه مع بعض. هل أنت مؤتمري؟ هل تعاني من رهاب المصاكية؟ هل تشعر بوخز كليل في الكرامة؟ هل لديك مشرف حوثي يدخ فيفة؟ هل عرفت ما وقع بهذا وذيه وذيه؟ قوي قلبك، الحل عندنا، ومارس حياتك الوظيفية بدون راتب ولا قلق. احفظ ناموسك مع خوذة صابر، بالانجليزي سابر، ارتديها وداوم عادي. حافظ على صابرك لا يجرح، وحافظ على الصف لا يشتط. كان مخلوع وحده وانتم حزب سياسي، قلتوا لا يقع مخلوع وانتم مكسورين ناموس. اول ملطام في الموسم الجديد كان من نصيب حسين حازم وزير التعليم الواطي حقهم من مرافقين عبد الكريم الحوثي. الثاني من نصيب محمد سالم حفيظ وزير صحتهم اللي لطموا مشرف حوثي وعينوه مدير لهيئة الأدوية والحروز، والبقية ماسكين طوابير. وسط هذا الوضع الصعب للمؤتمرين وانتظارهم للي شبكنا يخلصنا، الزعيم المفدى علي بن أبي عفشفش وفي ذروة انتظارهم قام عمل حاله ميت وقف خطابات، خاصة إن خطاباته الأخيرة مفعول عكسي ورجعت فوق أصحابه، وهو قال بس لا دقوهم دقوهم دقوهم. والحوثة ما قصروا، دغدغوا أصحابه ملاطين من شق وطرف. فعشان يخرج من الحرق ندى إشاعة من الإمارات هذه المرة إنه انقلط ونقلوا لا أمريكا بشكل عاقل. شوف يا أبو عفشفش، شوف لن ينقيك من الملاطين حق الحوثي شيء، أما القلطات هذه تخصص عمنا، هذه بايقلطك بايقلطك أو يسقرك. تحلم يا أبو عفشفش بالخرقة حلم، نفسه نفسه يخرج هذا الرجال من البلاد حي ولا ميت. المهم المخدر الموضوعي اشتغل ونسي المؤتمرين الملاطيم والرواتب، وبدأوا القلق على زعيمهم. ومن هنا لا هنا يطلع الخبر فاشوش ويظهر لهم الزوكة ويحمدوا الله ويرقدوا بانتظار بقية الملاطيم الحوثية القادمة. فاصل ونعود للحاصل. يا حيا يا حيا يحيى الراعي، الدكتور يحيى الراعي رئيس برلمان الحوافيش، انسان دغري ما همش لا ميليشيا ولا حوثي.
حاجة كان لها سماخة يقول العور يعور في عينه، ولا همه لا ميليشيا ولا غيره. خلونا نشوف والتكتور وهو يوجه كلامه مش فريا. تجار سيارة طالعت من الحديدة يوقفن في شارع تعز ويفتشوهم في شارع تعز وينفلن في شارع تعز، أين إحنا؟ وين البلد؟ وهل في عندنا عقول؟ سؤال وجودي متأخر جداً. للأسف ما فيش. ما له معاكم عقول يا راعي؟ ما طيحتم جمهورية وبلاد المتبردقين وتحالفتم معاهم وسلمتم كل شيء. معلش حين قد قويت قلبك وتكلمت. المهم تم تم يا حاج، بس بقوة، جيبة كبير كذا. وهل في عندنا عقول؟ نعين هؤلاء منهم؟ هذا المسؤول الذي عينته ذا الحين من هو يا وزير المالية؟ ها؟ اعتقم لما سمع الاسم. كعر كعر تنطق الاسم. باقي انت ما معكش مشرف فوقك، بس باقي المهم. هذا ايش سوى؟ بيقولوا له هكذا. قال هذا كان في في عهد الجاهلية. بيقولوا احنا معانا قانون، في قانون يحمينا ويحميك ويدي حقك. قال هذا كان في ايام الجاهلية. ايام الجاهلية ونص يا دكتور، ايام الجاهلية ونص يا دكتور. مش اللي انتم طلعتم تقولوا طلع البدر علينا، ومعاك ومعاك يا بن بدر الدين التين. مجلس النواب ايام الجاهلية 301، واليوم بعد الجاهلية اصبح 50 نفر. الله يقوي ايمانكم. ما حد باقي إلا أنت يا راعي، مكانك من أيام الجاهلية ما قد عينوش فوقك مشرف من حق صدر الإسلام. اشرب اشرب وادعي للعكف الكبير. المهم شكله حامي الصراحة، وما بنستعجلش، يمكن يطلع بقرار يوقف المخرب المتبردق ده عن حده. هات يا شيخ يا دكتور يا رئيس البرلمان، احسم وراك المؤتمر والزعيم، الزعيم الزعيم ولعباه. تفضل. تجار يفعل له أمر رئيس الوزراء ويرميه له وجهه ويقول له هذا أيام الجاهلية؟ عاد احنا أمس ما قال مش جاهلية. إذا كان من الأولين فإحنا نقول أحسن الله. هذا عورته يا طيب. ليش تتهور كذا؟ إيش في بك رخيت كذا؟ اللهم قوي إيمانه. طيب كان خليت المستوى الصوتي للعبارة واحد، قول بصوت مسموع خلنا نسمعك وانت تقول أحسن الله عزاك، عشان نقول شكر الله سعيكم. طيحتم البلاد والعباد، ما قصرتم. مالو كذا رخاء؟ من دخلوا للمنصة؟ يعني هذا لازم يأخذ جزاء؟ طلعوا له من حق صدر الإسلام الحوثي إلى صدر المنصة. ومشرف كرش هيبة بايقع بعدين من ذولاك. معذور معذور يا الدكتور، كسرة الناموس صعيب. قول كانت أيام جاهلية ونص وجدد إيمانك. أيام الجاهلية كان الميناء والجمرك بالبحر، وده الحين بعد الجاهلية قطب عطان وشارع تعز. يا سلام على الإيمان، يا سلام على الإيمان. الإيمان الحوثي معجزات معجزات، مش قال لك وقال. معجزات تدرس للأجيال عشان تقوي إيمانهم. المناهج الدراسية كانت أيام الجاهلية تكتب صالح ذهب إلى الحقل، بعد الجاهلية قد حسين شل الحقل بكل مجهود حربي وحذف باقي المقرر. تعميم من يحيى الحوثي، 3 صفحات كلها محذوفات، مقرر 3 ثانوي. كيمياء 3/4 محذوف، فلسفة العلم محذوف، شكل الحكم في الإسلام محذوف، من حق الطواعش، رياضيات تكامل محذوف وإحنا كاملين وافين، نصوص وأدب كله مالوش لازمة، شيل شيل احفظ الملازم. معجزات 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 يا قوم، أطلعوا الشاصات وعرفوا شهادات ومنح كمان، وإلى كندا مع عيال وزراء الشرعية بالتساوي. المهم الإيمان، ونبقى مع هذا الفاصل الإيماني من كتاب القراءة للابتدائية. رأى حسين رجلاً يزيح صخرة سقطت في الطريق، فأعجب بقوة ساعديه وأثنى عليه، ثم رأى حصاناً
أجر عربة محملة حبوب فأعجب بقوة الحصان وقال الحمد لله الذي سخر لنا مثل هذه الحيوانات لتنقل لنا الأحمال والبضائع الثقيلة. هاي رأى حصانا وعجب بقوته. الحصان هذا في أيام الجاهلية كان اسمه صالح في المنهج. يعقبوه ونهص. ليش ما يعقبوش؟ يعقبوه ويحولوه حمار وفوقها ملطام. الحمد لله الذي سخر لهم مثل هذه الحيوانات. نعمة قليلة أنتم يا مؤتمرين، دخلتم التاريخ والمناهج. تهانينا محملين بالمجد. وهذا حسن زيد كمان أعقب بالحصان حق الجاهلية زي حسين. وش ولا